القمة العربية كانت الجزائر رفعت لها شعار لم الشم العربي، ولكن الواقع أنها لم تكن لم الشم العربي بل كرست التفرقة العربية، لأن بالنظر إلى المحاور التي كانت جاءت بهذه القمة من أبرزها الحديث على سيادة الدول، عدم التدخل في الدول، كنا نلاحظ أن الجزائر كانت هي أول دول التي تنتهك سيادة الدول، وعلى رأسها الانتهاك سيادة الدولة المغربية على مغربية الصحراء، وكذلك مناصرة كيان انفصالي لا وجود له شرعيا، لا من ناحية القانونية ولا من ناحية السياسية. كذلك كانت من بين المحاور التي تكلمت عليها القمة هي نبذ الإرهاب والتطرف إلى غير ذلك، والجزائر تعتبر هي راعية رسمية لكيان انفصالي شعاره الأساسي هو الإرهاب، بشهادة التقارير الأوروبية، بشهادة التقارير الأمريكية على أن بوليزاريو هي دولة كيان انفصالي لا يتوفر على مقاومات الدولة، وهو دائما يدعو إلى أسلوب الإرهاب وأسلوب التطرف بشكل كبير جدا، بالدليل أن هذه القمة يعني كانت منذ بدايتها تؤشر على فشلها من خلال غياب مجموعة من القادة الكبار. كنتكلموا على غياب السعودية، كنتكلموا على غياب الأردن، كنتكلموا على غياب دولة الإمارات العربية المتحدة، الكويت إلى غيرها من الدول، وبالتالي لم تحقق أي نجاح. اللهم لستنينا الإشادة الوحيدة ديال جامعة الدول العربية بالمجهود العملي الذي يبذل جلالة الملك باعتباره يعني راعيا فعليا للقضية الفلسطينية من خلال الدعم المالي المباشر الذي يقدمه لصندوق القدس وصندوق بيت مال الفلسطينيين، والذي لقي إشادة كبيرة جدا في الوقت الذي تصدق الجزائر بأنها داعمة للقضية الفلسطينية، لا نجد أنها لا تقدم لا دعما ماليا ولا دعما معنويا لهذه القضية. إن كان هناك من عنوان عارض يمكن أن نعطيه لهذه القمة، وهو أنها كانت قمة الفشل المسبق على كافة المستويات في الوقت الذي يحتاج فيه العرب إلى ضرورة توحيد الجهود، ضرورة التضامن الفعلي، ضرورة نبذ الخلافات الجانبية والاشتغال على ما هو مشترك، لأننا في زمن العولمة، في زمن التفاعل الثقافي، في زمن التفاعل الاقتصادي، مفروض أن يكون عندك توحيد الصف العربي وليس السعي إلى تشتيت هذا الصف.